اسمي علي النمر، الاسم الحقيقي علي منعم. دخلت ب 2008 وحبيتها للمهنة واشتغلتها. تدري اللي يحب يعني شيء يبدع بي. علمني استادي اللي هو ابن خالتي الله يرحمه، هو اللي علمني من يعني من البداية للنهاية. كل شيء بالبداية يصير صعب. أنا من نوعي يعني حتى اللي يقولون علي ذكي، فالحمد لله هذا الشيء. أول 3 أشهر يعني كملتها. أول مكان اشتغلته منطقة بغداد سماحية جهاد، بعدين اشتغلت بالمنصور، بعدين انتقلت بالغزالية، استقريت هسه حاليا بالغزالية. ابتداء الحلاقة شلون الدكتور النفساني لازم تطي ويا الشخص المقابل، شنو نفسيته، شي يحب شي يكره، تتضامن وياه. اما على يعني دربت او هاي هواي دربت تقريبا بالعشرة اللي هسه هم اصحاب محلات. القصات القديمة هي الكلاسيكية يعني معظمها تعتمد على المشط ومقص، ما تعتمد على الماكينه. اما الحديث تدري يبدي من الصفر، يبدي من الواحد، يبدي من الاثنين، يبدي عندك يعني مكاين متطوره تجيك هي صفر بلادي وتشتغل بيها وتبدي التدريج يعني من الماكينه العاديه. اكو بيهم من الموسي يدرجون، اكو بيهم ماكينه يعني ثلاثيه خلينا نقول يدرج لحد ما يوصل يعني فد نمره معينه 8 او 10 او 12 او 14 يعني حسب النمره. اكو زبون يجيك يعني مثلا حالته الماديه تعبانه، انت ما تجبره يعني، هو مجبور يطلع حلو خلينا نقول يعني بالعاميه، بس انت ما تجبره على الماده، هو هم يعني نفسيته وشخصيته يريد يصير يعني بباله يعني فد معين شكل معين او تسريحه او قصه، ف وما عنده يعني خلينا نقول متضرر مثل ما نقول، فانت ما تجبره يعني. تنظيف البشرة يعني تعلمتها هو من استادي واستدرجت لحد هذا اليوم. اللي تعلمت مثلا تدري الحلاقة تطور ما تبقى نفسها، يعني من كانت الماكينة بالإيد لحد هسه ماكينة لمس وهاي الأمور، فتعلمتها هي تدريجيا. تعلمت التقشير، تعلمت المساج، تعلمت فتح مسامات، تعلمت الليزر، تعلمت هواي امور. هذا جهاز منظف مقشر ليزر توحيد مسامات اناره رؤوس سوداء، يعني هواي امور بي يعني بي 14 عمليه خلينا نقول. ليلة العيد يعني ماخذين نظرية يعني غلط، اللي هي قبل العيد ب20 يوم او 15 يوم العالم تبدي مزين، تجمعها بيوم العيد من الزين، وراها ب15 يوم او ب20 يوم هم راح الزين، يجي هذا التحديد، يجي هذا الشسوار على هالحالة. فالعالم مش عبالها، عبالها بهذا اليوم اللي هي كثافة. ويعني بصراحة هسه كثروا الحلاليق يعني من ناحية ياهو اللي يجي يعني مع احتراماتي يعني للسامع، ياهو اللي يجي قام يفتح له محل بفلوسه يدخل له دوره، هو هذا غلط. الدوره يعني ما اشوفها صحيحه 100% اذا واحد ما يبديها من الصفر خلينا نقول. الستايل مهم كلش.
يعني عندك البارحه اجاني ولد قال لي سوي لي ثلاث طبرات بحاجبي موديل، شاف صوره عجبتها وراد يقلدها، فاني نصحته قلت له ترى ما يعني ما تلوق يعني بالعاميه ما تلوق لك او شيء، فهو استقبل الولد سوى طبره واحده. يعني هسه الحلاقه مو مثل قبل، يجي يفتح الباب عندك مجال، مثلا عندي اثنين اقول خله وراح، ماكو شيء اسمه يعني مثل قبل ينتظر او يقعد، يعني لان حلالي كثروا يعني سبقا وقلت لك. اما على كبار العمر وان كان يعني اكو شباب قاعدين ومتانين استرخص منهم وامشيهم، الاطفال وكبار العمر. الحلاق دائما اجتماعي ودائما يعني هو هذا الكرسي بيسر سبحان الله، اي واحد يجي يقعد يمك يحكي لك كل شيء. هو سبق انه قلت لك شلون الدكتور النفساني الحلاق من هذا الباب، احنا مجتمع شرقي ومن باب التطور، تطور حلو مو يعني مو ما مقبول، بس يعني استبعدها انا يعني كرأيي استبعدها، يعني كمرأة زين رجل، لان ما راح تفهمه بقد ما الرجل يفتهم الرجل. كعريس واكيد يعني المعلوم المحل كله بانه وعدنا بفلان وقت عريس راح يجي، لازم المكان فارغ له، ستايله غير ستايل مال يعني كعريس خلينا نقول، والاهم من هذا لازم يطلع باحسن الاحوال، لان هو هذا يوم فرحه خلينا نقول ولازم الفرحه. مثل اللي على خلينا نقول مثلا هواي هم يعني مبدعين، هواي يعني ينطون حافز لاي حلاق او اي كوافير رجالي، يعني مثل اللي على خلينا نقول مثلا فراس القلعه، والله يعني اتمنى كل الخير للجميع يعني.